ليش لا لا اذيت ليش طرت علي؟ واحد يدش في المجمع واحد يدش في المجمع يوم مش اخر الليل. والله اني صادق والله ما صدقتك. انا عندي سالفه. طيب خليني اخلص سالفتي. واحد يدرس في المجمع طالع لنا من الحفر هو يروح اخر الليل ماسك الخط والله مقلع وعلى جواله يوم رفع عينه ولا كلادمي اللي بنص الشارع طاع هو يضربه هذا عطيه مضي عطيه مضي عطيه مضي مضي بس مضي فين في المجمعات مضي روح حط فيها هو مو بزين ذا الطريق لا والله ما في شيء حلو هو يضرب الرجال ذا ويقول ما ادري انا ضربت رجال كلب يعني ماك ما تعطى والدلال يقول تهولت يقول وانا امشي وانا صوت ولا موتري من عجين وعليه دم يقول دريت انه باهر انه هادي من قدام ايه سمعت بالساوية يقول مت يقول انا قدم اقدم انا مت انا شو اسوي؟ انا ادق على على امن الطرق وانكب عمري سانه رجال سجنت عمري واخذ شوي قال يا ولد ابى ادق واللي فيه فيه مرحبا هو يدق على امن الطرق بالخير سلام عليك قال هلا جم. قال انا الظاهر لا هند لا انت قال انا الظاهر اني صادم لي رجال قهو قهو نايف صدمت لواحد ما ادري هو رجال هو ما ادري شنو قال وين صدمتك؟ قال صدمته في المحل الفلاني قال لي هذا تجينا عليه بلاغات واجد يتخطف السيارات يبي احد يدعمه والظاهر انت اللي دعمته والله اي والله قال قال لي هذا ما هو بصاحي رجال ما هو بصاحي هادمي هو يجي رايح اكل جيب هو يوقف عندهم قال من الطرق يا ولد قال العلم قال في خيشت من اول الرجال توطاها خيشت بيضه انا الرجال اللي يدعمه ذا بالعالم لعبت فيه يوم انه مشى ورا الامور وكل حاجه ولا هل المهبول ذا قالوا عافين عنك ولأنه هو عليه من الله ظلال قليل صح ويبي ينتحر واش وسلم ابشر بديلتها كنا في البر